اسمه الاكتئاب الضاحك. يعني هو الاكتئاب ده انا ممكن يكون ببتسم قدامك جدا بس انا اعاني جسديا، بدليل ان في ناس كتير جدا من اللي بينتحروا ممكن يقول لك الله ده كان لسه قاعد امبارح معايا كان بيضحك وما كانش فيه حاجه خالص، لكن هو من جوه مدمر. بس للاسف احنا ما بنحسش وما بعمرنا بنقول لحد لا روح والحق وروح عالج نفسك، ويبدا اللجوء لطرق غلط في العلاج وكل ده، فعشان كده بنبدا يحصل نوع من التاخير. من